أهلا وسهلا بكم في مقرر الهندسة التفاضلية محاضرة رقم 8. سوف نتكلم عن ثلاثية الحركة، نقصد فيها الـ T متجه وحدة المماس اليونت تانجنت، N متجه الوحدة العمودي على المماس اللي هو النورمال، بالإضافة إلى الـ B اللي هو الباي نورمال أو نسميه متجه وحدة الناظم. الثلاثية هذه تسمى ثلاثية الحركة. ثم راح نتكلم عن التقوس اللي هو الكيرفيتشر، وهي فكرة رئيسية في مقرر الهندسة التفاضلية، بالإضافة إلى الالتواء التورجن. راح نتعلم كيف نحسب القيم هذه في مقرر الهندسة التفاضلية. أولا، ليكن لدينا المنحنى ألفا من الـ I إلى الـ Rn، وقلنا أنه الألفا، نتذكر أنه الألفا معطى بهذا الشكل عبارة عن دالة متجهية، لأنه الـ R أس إن يعني لدينا إن من المركبات كل واحدة منهم دالة في التي. إذا كان لدينا هذا المنحنى بشرط طبعا أن يكون منتظم وأن يكون أملس بحيث أنه ممثل طبيعيا، وقلنا معنى ممثل طبيعيا يعني أن الباراميتر المستخدم هو طول القوس. الباراميتر المستخدم هو طول القوس، يعني أن T تساوي LS. عندئذ يمكن تعريف المتجهات التالية. أولا، متجه وحدة المماس أو نسميه كابيتال T. التي ماذا يساوي؟ تي اوف اس هو عبارة عن المشتقة الأولى للمنحنى ألفا. طبعا واضح من الاسم وحدة انه راح يكون طول التي دائما وابدا مساوي للواحد. من الاسم راح يكون ايضا مماس للمنحنى عند النقطة المعطاة. إذن متجه وحدة المماس هو عبارة عن بشكل سهل عن المشتقة الأولى للتمثيل البارامتري. ثم بعد ذلك متجه وحدة العمودي على المماس راح نعرفه بهذا الشكل، راح نسميه N، كابيتال N. الـ N ماذا يساوي؟ هو عبارة عن T شرطة على طول التي شرطة، يعني يعتمد على متجه وحدة المماس على التي، يعني نشتق التي ثم نقسم على طول هذا المتجه. أيضا بما أنه وحدة راح يكون الطول مساوي للواحد. طبعا إذا كان هذا هو التي، لأنه المتجه إن هو عمودي على المماس راح يكون بهذا الشكل. ثم بعد ذلك متجه وحدة الناظم ونسميه البي، كذلك هو متجه وحدة يعني أن طوله يساوي الواحد، يعرف بهذا الشكل. البي هو ناتج أو حاصل الضرب القيال المتجهي للتي ضرب الآن. نضرب التي في الان ضرب متجهي. اذا لاحظ انه اولا نحسب التي هي عبارة عن مشتقة الالفا بالنسبة للاس. طبعا يجب ان يكون المنحنى ممثل باستخدام طول القوس، اي ان يكون ممثل طبيعي. وحنا تكلمنا انه المنحنى منتظم، طبعا اخذنا في المحاضرة الماضية انه اذا كان منتظم اذا بالتالي فإنه يوجد له إعادة تمثيل باستخدام طول القوس.
وبالتالي يمكن حساب متجه وحدة المماس. كلمة منتظم تفيدني في إيجاد التي، راح أعرف إنه التي راح يكون معرف لأن المنحنى منتظم. وإذا كان التي موجود إذا بالتالي نستطيع حساب الان، لأن تعريف الان يعتمد على التي لأنه عبارة عن مشتقة التي. إذا أولا المنحنى منتظم، إذا بالتالي أستطيع حساب التي. إذا كانت أوجدنا التي نستطيع أن نوجد الان عبارة عن تي شرطة على طول التي شرطة. ثم بعد ذلك البي ما هو إلا حاصل الضرب المتجهي للتي ضرب الان. طبعا لو كان لدينا هذا هو التي باللون الأخضر، هذا هو التي عمودي عليه راح يكون الان، الزاوية بينهما باللون الأخضر 90 درجة أو باي على 2. ثم بعد ذلك راح يكون البي هو عبارة عن متجه جديد طوله مساوي للواحد، بحيث أن البي عمودي على التي، البي عمودي على التي، وأيضا البي عمودي على الان، أي أنه عمودي على المستوى الذي يحويانه. وبالتالي رسمنا البي، البي عمودي على التي وعمودي على الان، وبالتالي فهو عمودي على المستوى الذي يحويانه. لو كان هذا أيضا متجه جديد موجود على في الداخل المستوى المحدد بالتي والان، إذا بالتالي راح نعرف أنه البي وهذا المتجه باللون الأحمر راح تكون متعامدة. طيب لو رسمنا، لو كان هذا هو الألفا إس المنحنى المنتظم، لو كان تريس أو أثره أو صورة هذا المنحنى هي باللون الأزرق، ولتكن النقطة هذه هي الألفا، الألفا إس عند كل نقطة. إذا كان منحنى منتظم إذا عند كل نقطة عليه يمكن أن نعرف التي اللي هي باللون الأسود متجه طوله متجه مماس لهذا المنحنى، يمس المنحنى عند النقطة هذه، طوله مساوي للواحد. كذلك يمكن تعريف الان، الان هو عمودي على التي، الزاوية بينهم 90، عمودي على التي. ثم نعرف بعد ذلك حاصل ضرب التي ضرب الان راح يعطينا متجه، هذا المتجه اللي هو البي باللون الأحمر وهو عمودي على كليهما. إذا راح يكون عندي التي في الان يساوي الصفر، ضرب قياسي لما نضرب التي في الان يساوي الصفر. لماذا؟ لأن التي عمودي على الان. كذلك الان في البي راح يكون مساوي للصفر، لماذا؟ لأن الان عمودي على البي. كذلك لما نضرب البي في التي راح يكون مساوي للصفر، لأن البي عمودي على التي. كذلك لدينا ان طول التي مساوي للواحد، يعني ان التي ضرب التي مساوي للواحد، ضرب قياسي. كذلك الان طولها يساوي الواحد، اذا من جبر المتجهات نعلم ان ان ضرب ان راح يكون مساوي للواحد. كذلك البي مساوي للواحد، هذا يقتضي انه البي ضرب البي يساوي الواحد. طيب ماذا عن الضرب؟ ماذا عن الضرب القياسي؟ الضرب القياسي راح يكون بهذا الشكل، لما نضرب البي ضرب الان راح يعطينا البي، طبعا نمشي عكس عقارب الساعة، لما نضرب الان في البي راح يعطينا التي، وهكذا لما نضرب البي في التي راح يعطينا الان.
وهكذا، يعني أنها تمشي مع ضد عقارب الساعة. لو كانت ضد عقارب الساعة راح يكون الناتج بالسالب، إذن راح يكون معنا التي ضرب الان راح يعطينا البي، وهذا موجود في التعريف. ثم بعد ذلك ان ضرب البي راح يكون مساوي للتي، ثم البي ضرب التي، البي ضرب التي راح يساوي الان. وبالتالي عند أي نقطة على هذا المنحنى، أي منحنى منتظم، يمكن أن تفكر بهذا الشكل، إنه راح يكون عندي T، وراح يكون عندي عمودي عليه N، وعمودي عليهما B. إذا تحركت النقطة على المنحنى، إذا بالتالي يتحرك معها هذا الثلاثي. أي نقطة راح نتكلم عنها، إذا بالتالي راح يكون في تي وإن وبي بهذا الشكل، وبالتالي راح يرتبط دائما وأبدا على كل نقطة على المنحنى المنتظم راح ترتبط بهذا الثلاثي، وبالتالي يسمى ثلاثي الحركة. إذا بالتالي الآن أي منحنى تفكر فيه راح تتخيل جسيم يمشي على هذا المنحنى، وراح تعرف التي والان والبي بهذا الشكل. طبعا اللي باللون الاخضر هو عبارة عن مماس، خط مماس. على هذا الخط المماس يوجد التي، وطوله مساوي للواحد، وهو عبارة عن المشتقة الأولى، طبعا بشرط أن يكون الممثل أو المنحنى ممثل باستخدام طول القوس. الآن راح نعرف التقوس اللي هو الكيرفتشر، بالإضافة إلى الالتواء اللي هو التورجن. طبعا هذه من أهم الفكر، التقوس يعتبر من أهم الفكر التي يبنى عليها الهندسة التفاضلية، مفهوم جدا مهم، بل هو يعتبر المفهوم الأول في بالنسبة لمقرر الهندسة التفاضلية. طيب ليكن الألفا من الآي إلى الآر إن منحنى منتظم ممثل باستخدام طول القوس S، يعني راح نتكلم عن الألفا of S. فبالتالي يمكن تعريف التقوس بالشكل التالي، طبعا راح نرمز له بالرمز K. K of S راح يكون مساوي لطول اللي هو التي شرطة، يعني توجد التي ثم نقوم بالاشتقاق، ثم بعد ذلك نأخذ طول المشتقة الأولى. طول المشتقة الأولى هو عبارة عن التقوس، إذا فهو يرتبط بالمشتقة الأولى بالنسبة لما يكون المنحنى ممثل باستخدام طول القوس. طبعا ماذا يعني؟ يعني عمليا قياس معدل انحراف الجسيم عن المماس له عند نقطة على المنحنى. تخيل انه سيارة تمشي في على المنحنى، طبعا لاحظ في هذا المكان المفروض ان السيارة او الجسيم يسير بشكل مستقيم على المماس، ولكن انحرف. هذا الانحراف عن مسار الخط المستقيم يسمى التقوس. يعني مثلا عند النقطة هذه السيارة
المفروض انها تمشي على المماس، فجأة تروح مع المنحنى الاخضر. هذا الانحراف عن المماس يسمى التقوس. هذا هو المماس. الجسيم المفروض انه يمشي كخط مستقيم لكن اخذ المنحنى، فبالتالي معناته انه انحرف عن الخط المستقيم. مقدار الانحراف هذا هو عبارة عن التقوس. وبالتالي لاحظ انه المماس يأخذ اشكال او مسارات مختلفة، وبالتالي هو جالس يتغير، عند كل نقطة له شكل او له ميلان مختلف. اذا بالتالي معدل هذا الانحراف هو عبارة عن التقوس. نفس الفكرة بالالتواء. طبعا في الالتواء التورجن ليكون لدينا الألفا منحنى منتظم باستخدام طول القوس، يمكن تعريف الالتواء بهذا الشكل. التاو هو عبارة عن سالب البي شرطة في الان. طبعا احنا حسبنا التي والان والبي، ايضا تحسب البي شرطة وتضربها في الان ثم تضرب الناتج في السالب راح يعطيك الالتواء. طبعا ماذا يفعل الالتواء؟ هو يقيس معدل انحراف الجسيم عن المستوى المماس له عند نقطة على المنحنى. طبعا في الفراغ راح يكون عندي المماس هو عبارة عند نقطة عبارة عن مستوى، هنا راح يكون فقط خط مستقيم، هنا راح يكون مستوى. عند النقطة هذه راح يكون مثلا المماس عبارة عن مستوى يمس هذا المنحنى، كذلك عند النقطة هذه راح يكون مماس آخر. المفروض ان المنحنى دائما داخل المماس، لكن فجأة يطلع من المماس، وبالتالي كل مرة راح يكون عندي مماس مختلف. إذا معدل الانحراف حركة الجسيم عن المستوى المماس له عند نقطة معينة على هذا المنحنى، معدل هذا الانحراف هو عبارة عن الالتواء. إذا الالتواء هي تقريبا نفس فكرة التقوس لكن تستخدم في الفراغ. طيب راح ناخذ الحين مثال لطريقة حساب التي والان والبي والكي والتاو. اولا يجب ان اعرف هل المنحنى ممثل باستخدام طول القوس، لذلك نحسب اولا الالفا شرطة تي كوساين سالب ساين تي و كوساين تي واحد. اذا طول المشتقة راح يساوي مربع الاول اللي هو الساين تربيع تي زائد كوساين تربيع تي زائد واحد، وتساوي هنا واحد زائد واحد، اذا مساوي الجذر اثنين، اذا لا يساوي الواحد. اذا يجب ان نمثل المنحنى باستخدام طول القوس. إذا نستخدم التكامل من صفر إلى تي للألفا شرطة يو دي يو، نبدأ نعوض الجذر اثنين دي يو، إذا راح تساوي جذر اثنين يو من صفر إلى تي اللي هي تساوي الجذر اثنين تي. إذا التي ماذا يساوي؟ هو عبارة عن S على جذر 2. إذا نعيد تعريف نعيد تعريف
أو نعيد تمثيل المنحنى باستخدام S. راح يكون عندي الألفا S هو عبارة عن كوساين S على 2 و ساين S على 2 و الواحد. الآن نحسب التي. التي هو عبارة عن ألفا شرطة S. شغلنا كله راح يكون على هذا التمثيل البارامتري. إذا نشتق كوساين S على 2 اللي هي سالب ساين S على 2 مضروب في مشتقة S على 2 اللي هي 1 على جذر 2. هنا راح يكون 1 على جذر 2 في الكوساين S على 2، هنا راح يكون 0. إذا هذا هو T. طيب نوجد ال N. ال N هو عبارة عن مشتقة ال T على طول ال T. إذا نحسب ال T شرطة ماذا يساوي؟ ال T شرطة هي عبارة سالب 1 على جذر 2 في الساين مشتقة الساين هي عبارة عن ماذا؟ كوساين S على جذر 2 في مشتقة اللي هي 1 على جذر 2، فيكون عندي جذر 2. هنا راح يكون نفس الشيء سالب 2 ساين اس على 2 و 0.